ستبقى فلسطين قضية البعث المركزي، الأسد قائدنا والبعث طريقنا. في هذا المحور جميعنا نقاتل معا لقضية واحدة، فقد أعلن الحزب العربي حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان قراره بإحياء قوات البعث في خط المقاومة إلى جانب المقاومة. هي يوم عزيز، يوم ما جيت يوم فيه حيوية وطنية عربية. اليوم يوم العز والكرامة، يوم ميلاد البعث. هو انطلاقة جديدة في الأم في الوطن العربي ككل، وليس على مستوى سوريا أو لبنان فقط، فهو انطلاقة كاملة للأمة العربية بأسرها. أقولها اليوم غدا وفي كل مكان وزمان بأن المقاومة اللبنانية الإسلامية التي أخرجت الاحتلال الإسرائيلي وانتصرت في حرب تموز ستبقى الرادع لحماية لبنان. معركتكم مش معنا، معركتكم مع التاريخ، مع الجغرافيا، لأنه شئتم أم أبيتم سوريا هي العمق الاستراتيجي للبنان. إذا قادرين تشيلوا سوريا من حد لبنان أو لبنان من حد سوريا، بتكونوا قادرين تغيروا هذه المعادلة. البعث يعني الوحدة وعروبة لبنان، يعني أن سوريا في قلب الحدث، يعني أن سوريا مركز القرار القومي. ساندي كرمبس، ألا أحمد، هوانا لبنان.